مرحبا شبيبة، كيفكن؟ أحلى شبيبة بالعالم، أحلى متابعين. طمنوني عنكم، أخباركم؟ بس حبيت أسلم عليكم وأشكركم من كل قلبي لكل الأشخاص اللي دعمونا وكل الأشخاص اللي سجلوا بالدورة الجديدة، طبعاً دورة الفرص الذهبية. إن شاء الله رح يكون في فريق عمل كتير كتير ظريف، فشكرا لكل اللي حطوا ثقتهم واشتركوا بهي الدوره. الدوره راح تبلش ببدايه الشهر الجاي ان شاء الله. ف حبيت كمان افرجيكم الفيو من هون. هيدي عاصمه جورجيا اسمها تبليسي، كتير 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 مدينه ظريفه. ما شايفين انا باعلى قمه هون، كان كاني قلعه، ف كتير حلوه. وحابب اخبركم انه خلال هذا الأسبوع أو نهاية هذا الأسبوع رح أعمل مقابلة مع مدير مشروع فلوس فلوس، مدير فرع أمريكا. فأي شخص عنده سؤال، لأنه بعرف كثير منكم استثمروا بهذا المشروع، أي شخص عنده سؤال حابب يطرحه على المدير مباشرة، رجاء اكتبوا لي تحت هذا الفيديو لحتى أنا أجمع الأسئلة أبعثهم له وناقش هذه الأسئلة ضمن فيديو حلقة خاصة باستضافة حصرية لهذا المشروع. ف بس هيك، يسعد اوقاتكم وشوفكم على خير. سلام.